تعصب يا اسمع الحبيب النوف اسمع الحبيب انش تعال تشيدك إبراهيم قال أبوش بوكير كل بنتسون إيش تلو بوكير حق أس بوكير كل بنتسون أن انش تعال إبراهيم هو إيش جوري على ملوك يلصق الدين بقير أنا إيش تعرف تعبون بقير بس إيش تعرف بقير بس سو تعال يزقان بوشتا إبراهيم أمر دا إبراهيم ويجي مكتشي إيش تذكر دا حلو إيه فشنفه سو تعال نفسي حلو أنا بوبم أو سو تعال بوبم ويوش وزام وشجب تجوا سليم كم درجة هم يستند ويوش عليه الصلاة والسلام أي قيد شو يعني شامه ويوش عليه الصلاة والسلام سؤال تبين له دسا هم ناس ويوش أنت قيد شو يعني شامه ثم جبت تجوا دود يوكان دود يوكان شو تعرفوا شو أكين دود بكرة بعد درجة تكعب تيلر دجى يعني بين الدات أكان اسكعب تا حتى عن ساعة تعلم إيش تلاقي الدات عن اسكعب أما ده تذكرنا قدر دي خاطر أكتر اسكعب الحواشة ده قد أكتر لرد الدجوة يا بين الدجوة ده كن دور ده حدك تفضل رايا نور تان دب دو عشان عجب الزويلو تشم عليه الصلاة والسلام اه بخيت شو ديان الشهر خان خان درس نويلو تشو ياو وشو شو دي اه بخيت شو حلقه اه بخيت شو حلقه مجل هم دب دو عشان بش أبرها دوخ فإسكر دوش أبرها تنيني كعبة تسكعبة دو ديني كد دوش عسكعبة دي حوش بو خجوة بي شيء هو شو بيجي تسكين زي خليته سكين زي حرف بودي كعبة دودة تسكين زي وانك تجيز بوجه إيش نكت بوجه أبرع بين إيش خانة تبز كان بوجه ده كعبة دوردش ده حزن مش ديتا تحزن بجاء ترى ثاني بحتة بود بكير دي كديتا إزدري إيش كان هذا تأهم ده لا تجيب شو عقل دول تحن دل دواش خبر بحد دوجه تقدر نجز وعشة ده كان دعوه لي أن أسق واقف مش خمرات هاد ثاني أخنو الوليد من المولى أساسك سوالي كنا مغير بتزرع ويم أنتو وكعبة مصلحة ملوي يكعبة توادي نيكت بوج مديوي أبرح أكون زوم دي بيوموري أصبح من دودا ضرب مبابي عن أني أنا سو أزا وعشا دعب تأوطلو بشوان نقاس سنحن سخولي وعشا وقت دبر سنحن كل نقاس نم أكو تدوين أني أنا أزا الوليد ابن مغير وعشا دعب كان أوو ونف أوو ونسيس الحمد عدا سبيني بيطبخ بقى اسكعبة وعشا دعبتا اسكعبة وعشا دعبتا شتعالة اسمو حدوث ان أبو بان شتعالة از اش کی دات وقت په دې ژمنه چې دا که شې شانه او څه مګر یک کې کې د ورته په پاجې چې یت څه ته اوس هم دا څه ته دوه دی هغه څه ته څه ته پاجې هغه د خدې په ال وی از وی په څه ته حق به وجه سکې دات وقت پر ځای نه از وی دات وقت از دوه دی دی نه لاته دی دی نه لاته دې ته په کوراج دا نه ده همینو ته ما کې چې هغه د اشتراک د هغه از دوه دی هغه ثاني کې څه حق به وسبو يكير بهندوجا يرقص زون دي شخص تي عدد دي شخص في انجل يزا يوش بنتش كهان يعني انا او حاجة تداني انا رأيك من الحاش في عدد وصك بي سيك دات وقت بوي بوي يكير انا يعني البن جبيان سيخنا خنا غزر خان موش دالة اس حاش في نرى خليت لانا خان ده ويوش عليه الصلاة والسلام ويوش بعد وين اشتاننا بررينش حاني عالشي ويوش انتوان تبير من دسا خان دات ويوش عليه الصلاة مكش دارة او دوك يزش خانوف محمد امين جيش في وجه محمد اتيو اقش خنوف ويقول فارق وجه رضينا رضينا طريق دي هذا محمد امين يرم جيش وجه محمد وقع ان بريك جلياسا ويقول شنو عليه صلاة وصدع قدع ويقول شنو اق ايوليلا سأل اسقير عدبولا اجا تتاكن ايليش هار ايلك بيونزا اق حالات امان امان يعني سأل اسقير خال قرد بينا شبير كي تكون بيستاني ويقول شنو عليه صلاة وسلام اسقير تكعبة تعلاج مطبعه ويقول شنو عليه الصلاة والسلام اسكين لاش وقت بيا بوجودي اس اوشر دي خان عجب ويقول شنو عليه الصلاة والسلام اويا بوجودي اوشر دي ده ويقول شنو عليه الصلاة والسلام عقل قادي اوشر دي ده ويقول شنو عليه الصلاة والسلام مكة حجر ده مدين تدعوة كان اويا بوجودي اوشر دي ده ويقول شنو عليه الصلاة والسلام مدين تحكي عشقا شا مدين قد تجو اسير دي يعني سمدين تبقوا هنا غلب وخجر اس دي اوشر دي ده ويقولش ويقولش أصحاب بجر إنك الوقت بدو وازد بدر إحداد الوازد دار بوجودي أشرت ده ويقولش من عليه الصلاة والسلام سكير أشوف بيع بوجودي إذن أشرت ده خان أصبح عند أشرت ده جت تشابوش ده أشرت بيس أصبح عند إبادة ده مرت ده جت تشاد نسيلة ده رأك دك قزوم من كل بجت صوت حالة سكيرة تقيدة سكيرة تقيدة حتى بزخ الموش داله وويكان كاتس ده سكير ورقة اصبح انت مش دخلنا ويحس دخلت شنو هذا تفجوا هي تقير دعوة بلا تقير بحث بخرقة يوجد عليه الصلاة والسلام تقير قوانا ليل دي رسومة دي ليل دي احد بوين
راح ده حد أبوها وسكر من تلقي تقيلة تقع جاشة تندي سنة ترمادة ده تنبر باقر سنة ده يا حد يا حد قد تقيلة أقوى بر سنة ده نجاس من بر باق يا حد قد أقوى تأكل بيتي نجاس من أكل ده حتى قد أكل جبر باقر سنة ده نجاس نزع أكل بيتي نجاس يوشون عليه صلاة وسلام أس أريد يبيت أس بر باق شو يوشون نقص إذا يأكل بيت جنة هل يأكل بيت الإشرقة تكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر أنا هو برئيس ده نوع إجراء تندها وبنش تعالى إنه أليك تجد أنا أقول شو نعلي صلاة وسلام قبل ودات لنا أقول شو ساعة بساعة أصعب كانوا ابن عمر ابن عمر زيادة قوان قبل بسيئة سحج الأسود دائما كل خشنوس حتى نقول إنه الناس ابن عمر كان إيش دائما تيجي قوان قبل بسيئة سحج الأسود دائما كتبوا قلبا كتبون فت حاجة حد حاجة أنت تعالى ابن عمر زهد إن أفضل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قاس أن أزدوي يوجد عليه السلام وسؤال شخزات من ابن عمر إن الإسلام هما يحب الخطايا تيين من قوان قبل بسنية سحج الأسود سأش تدحق ولرور إن الحليق بشوال أنا يوجد عليه السلام بسأن خزار وسأن ابن عمر اصبح عند وجه تشن تيم القاب قبل السنة تحج الأسود كل قاب زين خذوا رواية جحا يلتشون إن مسحهما كفار من الخطايا يلتشون عليه الصلاة والسلام يم القاب قبل السنة تحج الأسود كل حقر دي كفار إيش هو أجداد القنا كان يلتشون عليه الصلاة والسلام كفار يا رب أجداد القنا أبو أخذ وجه إيش كفار إيش أنا يلتشون قدو حديث قال يوشن عليه الصلاة والسلام مسح الحجر والركن اليمانية يفك الخطايا حتى يوشن عليه الصلاة والسلام تحج الأسود عليه تيمن قوان قبو سنة كل حقر داخلني هذا تقعد هم يوشن عليه الصلاة والسلام داخلني كنو قدو حدوش عليه يوشن عليه الصلاة والسلام تحور المعالري نقاس تنتقاج ناقا زون تدش ناقا تيبتش حقا تيبتش إذ موت تيبتش اشتقاج أهتو بلي نقاس انه تنبرد بحر سنة ده تنر يحج بقوة بسنة ده نقاس انت يأكل بيتي نقاس انه عجب أكل حكا قد سأكل قبر بقوة بسنة ده نقاس انه اش بيتي نقاس انه اخر يهتر سأسا بقوة بسنة ده صودوك نقلر بحد وجه قد تجعو نقوة بالنخل زوم ده زيد جمعك عطوك واش بقوش بيتي نقاس انه دزعو ده جامل أكل قتال إشم ده بسم الله الله أكبر يعني دعو دعوه هني أول شيء عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب قد تجعو نسبه سخنوف يوشن عليه الصلاة والسلام أصبح نرجع عند عمر ابن الخطاب قال إنك رجل قوي ولا تداهم على ركن فإنك تؤذي ضعيف ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي يوشن عليه الصلاة والسلام ابن الخطاب قميص بوسكوها يا عمر نقع سنه نخ دا حتى تش نخ زيد ما كذا تقيرة حطوك واش لقوش بيتي هانسون وعندك سود السنة جامر الله أكبر تبين إعدامه نقع سنة كنت نسخير نخ دق بوات سبوات شتك عجاك تقول بني نقع سنة تحت وخي وخي برد بحت باقي موت كي جاي عند عمر ابن الخطاب لقوه يوشن عليه الصلاة والسلام عمر ابن الخطاب تقيرة برد بوات بشحنوف إمام بخاري مسلم في حديث كحا عمر ابن الخطاب تقيرة برد بحت باقي تبدي هذا عمر ابن الخطاب سؤال شخن والله هذا دمه أجل الموشن عمر ابن الخطاب إني لا أعلم أنك حجر ولا لا تضر ولا تنفع والله أني رأيت رسول الله يقبل ما قبلته والله أن أبي بها أقير ما كواس فوس أن أقول شن عمر ابن الخطاب نك أسمعنا دليل شن عليه الصلاة والسلام برد بق كسم بعد ديز من برد بق بارس فوق الجيل بقى فوس فوق البيت بقى فوس أن أقول شن عمر ابن الخطاب يفهم الإمام بخاري مسلم تفهم يعني نعم بقدر وكم يلا نعم وكم يلا تربل أهل عجب تربل أهل ديت شن صحابي وهم تربل أهل يوجن عليه الصلاة والسلام أن مدينة العلم وعلي بابها الآن شهوة سو إلمن شهر يعني أن تشوا جنحي يتربل أهل شو أن يوجن عليه الصلاة والسلام بابها شهوة إذ أنا لي تربل أهل عمر غزا وحقيقة ذاتكم إذ أنا زل عمر ابن الخطاب تربل غزا تربل أهل شو علم بابه وحقيقة درس حتى عمر ابن الخطاب وسمع ديات شتاء البرد بيت بيت فقير ما كبوت فوسن فوق زيد الدات بيت ببات حتى إلتشن عليه سهم برد بوكس برد نيت سهم برد بوك بارد لأن عمر وسمع ديات شتاء ترك ولا أطيعين من عمر إيش ما قال يعني أنتم وقير غير ديال يقرن الثاني زيد الدشمن ديال يقرن
تاني بيت ببا شين الله هم ديالي كل مصباكا داستيون قوان دور دو قيمة إنا أخي وتيش وتدوحنا وتحمل من نسكا عند طلبة يعمل تا طلبة يعمل سوها ديال كل مقامي الله حبقا ديش يوجن عليه صلاة وستن مقامي الله شكا نحكا يوجن عليه صلاة والسلام شتن مقامي الله يوجن يو والله أديالا دوبو وجو يوجن أديالا دوبو بوشان ويبعث أنه الله يوم القيامة وأن ذو القيمة من الحجم الأسود ده وزق المجدال حنين بؤس حوات بؤس أن ويأجنه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلم بحق إذ ودى شد حياة ويأجن عليه الصلاة والسلام شمك قبطن شمك بتاني معلوش مر قبطن حبيبش هل سنت الثانية تقيره شين حق بيجتيك بانك حق بيجتيك بانك حق وسكا تيشو بتسأل ويوجن عليه الصلاة والسلام قدو حديث كحا يوجن عليه الصلاة والسلام فعلا يأتي ركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان هل تسحج الأسود يعد مستير أن يوجن عليه الصلاة والسلام قام دو قيمة دينار أبو قبيس يعد لان بوتسر تيجي أبو قبيس يعد دي تلان مل وقع بوش اسكير حبو تبو اذا كان مشتا اسكير حبو عبه مش مرد خبتن بردش خبتن سمعت التاني برد الثاني يشهد لمن يسترم بالحق بطلو اشتاك بعد اتقلنا ديال دفر شن كنت حقا وسكا فيش بدي تسهل ده ويوجن عليه الصلاة والسلام تأسبح عند وجهت مرد باكتر كنت حقر قلت جو سنة قيمة عليك ديش ده تأسكير اتقلس اشخانة حسن اشخان باكتس اسكير قلت جو عليه بلي فرش خذ بوش اي قيش خمس اي بوش خمس يوجن عليه الصلاة والسلام بس ان كما لك ها يوجن ان كما لك ها يوجن يو مثل الحجر الاسود من الجنة هذا الحجر الاسود اتعاش كده يصم الحجشات اقصب شنو ويوجن عليه الصلاة والسلام وهو أشد بيادة من اللبن فسقط بخطايا بني آدم إذ عجز أشخاننا شور القيعة بشر نجوه يوجن عليه الصلاة والسلام آدم إيه من ديال القدوش أشد أزويل يوجن عليه الصلاة والسلام أقدر رواية كها أشد بيادة من الثلج لادي تديو سيدا بوش برشو نتال ويوجنو آدم إيه من ديال القدوش دي سفن الأشد أزويل قدو حديث كها يوجن عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود وياقوت من بيضاء من يواقيت الجنة يوجن عليه الصلاة والسلام بس أشد بوش بقير يلص من الجوكرة جوكر ديس هل يلص من الجوكرة جوكر فلتشي جبت جوا بإيجر إيجر جبت جوا خسخة جيزيز جان صدي هايو يلتشنا إنما سكوة دو خطايا مشركين أم بقد مشرك نحك إنو جدي أش بابس مشرك نحك داتو جك إنو أش بابس يبقى سيوم القيامة بمثل أول قاندو